السلام عليكم. كلمتين وعلى الواقف للناس اللي بيعانوا من آلام الظهر. كلمتين من شخص من 30 سنة وعملت وأنا بلشت البحوثات عن أفضل العلاجات لآلام الظهر. هذا بحث الدكتوراه وبعد بحث الدكتوراه طول حياتي في هذا المجال. اسمعوا لي هالكلمتين بس. التشخيص اللي موجود عندكم هذا تشخيص قديم، يعني عملتوا تشخيص قبل 10 سنين في انزلاق غضروفي، عملتوا تشخيص قبل 5 سنين في التهابات في المفاصل الخلفية للعمود الفقري اللي هي من الحالات اللي كتير بتحدث. عملتوا تشخيص قبل 20 سنة صار في عندكم عملية وصار في عندكم جرح، واحنا بنظلنا عايشين في هذا التشخيص ونبني على هذا التشخيص. هذا التشخيص حطوا لي اياه على جنب، بلشوا نظام جديد بغض النظر شو حكوا لكم وشو كانت الوضع وشو اخذتوا وشو عملتوا. الاكيد هلا عندنا موجود انه في عندنا ضعف في الاعصاب الوركي والاعصاب كلها في الجهاز العصبي، ضعف كبير من كثره الادويه وكثره العلاجات الخاطئه وكثره الاهمال بالجري وراء تشخيصات، فقط تشخيصات مش علاجات. الكتلة العضلية كلها عنا طبعا اكيد في صار فيها ضعف، عضلات البطن، العضلات الصدرية، عضلات الظهر الخلفية، عضلات الفخذ من الخلف، هذه كتلة موجودة لصلابة العمود الفقري. بدون هذه العضلات ما في شيء يثبت في اي ضغط، اي ما في عنا قوة، هذه على الأكيد. الثالث شيء اللي على الأكيد بده يكون موجود اللي هي الخشونة. احنا حكينا في المفاصل الخلفية في بين كل فقرة والثانية، هذه بصير فيها خشونة بعد 40، هشاشة عظام بتسبب خشونة في هذه المفاصل، التهابات المفاصل الثانية، الروماتيزم كلها بتسبب الآلام هذه والخشونة. الخشونة من كلة الحركة كمان، بصير في عندي آلام باخذ مسكنات بصير اتجنب الحركات اللي بتعمل لي الالام، بصير في عندي تحدد وخشونه وضعف فاي حركه ممكن اسويها في المستقبل، اي قاعده غلط اكيد حتصير توجعني وتألمني وتسبب عندي الام حاده. فهذه شغلات كلها علاجاتها معروفه، بدها بس شويه تعب وشويه جهد وشويه مواظبه، بس في النهايه بتجيب نتيجه وحتغنيكم عن كل الشغلات اللي قضيتوا عمركم قاعدين بتجربوا فيها بدون اي نتيجة. العلاجات اول شيء التمارين. لواحد قبل 10 سنين في تشخيص انزلاق غضروفي او عرق نساء او مش عارف ايش، انا بجرب كل التمارين الموجودة، التمرين اللي برتاح عليه وبحس انه خفف الالام شوية في هاي الحالة بكمل عليه وبواظب عليه. الحركة اللي بحس فيها تعب وبتزيد للآلام وبتعمل عملية انتشار للآلام، انتشار في الرجلين، هذه ما بدي إياها الحركة، بس لازم أبلش شوي شوي، 5 دقائق 10 دقائق في اليوم. دائما ببلش في الحركات الخلفية سواء وأنا نايم على بطني سواء وأنا واقف، اللي أحرك العمود الفقري للجهة الخلفية، بعدين بصير الحركات الأمامية شوي شوي وأنا قاعد أحرك حالي، رقبتي نفس الشيء، لازم أعمل حركات الخشونة، الكتف لازم أحركه في كل الاتجاهات، أعمل تمارين الكتف كلها واحدة واحدة، وهي التمارين بتكون شوي شوي. قبل التمارين بدي أخفف، بدهن منها الزيوت، بحط كمادات مياه ساخنة. بعد التمارين بدي أخفف من الألام والتعب، بحط الكمادات المياه الباردة، بدهن من زيت زيتون، بدهن زيت جوز الهند، هذا كله بذهب التعب. الكمادات الباردة لحالها 10 دقائق بعد التمرين ما بيكون في عنا ألم ولا أي مضاعفة. الكمادات اللي لازم نعملها في الليل، كمادات الخروع، الكمادات الموضعية اللي بنتركها ل8 ساعات والفترة الصباحية بنشيلها، اللي هي بسيطة جدا، بتجيبوا لاصق طبي من الصيدلية وبتوضعوا عليه كمية 2 ملاعق من الخروع كزيت يعني ينتشر داخليا في داخل العضلات يوصل للمفاصل اللي هي مش بعيدة، المفاصل الخلفية
يوصل للغضاريف، يعمل على إزالة التليفات زيت الخروع. وإحنا كتير منا في عنده تليفات، في خشونة معناته في تليفات، وهي التليفات كمان ما هي ضاغطة على العصب الوركي وحتضغط على الأعصاب. فزيت الخروع وبنضيف عليه إذا في آلام حادة، بضيف الكرفة، بضيف عرق السوس جيد جدا، لبان الذكر جيد، هاي الصمغ العربي جيد جدا، القرنفل جيد جدا، هذه كلها كورتيزون طبيعي ومحفزات، مخففات للآلام. إذا طحنتها طحنة ناعمة بودرة وخلطتها ملعقتين ثلاثة مع الخروع أو كمادة الخروع، هاي الحالة حتجيب نتيجة. هاي الكمادات الموضوعية كمان بوضعوا فيها الفلفل الكيان بيبر أو الفلفل الكيان، الفلفل الأحمر بيكون حار فبنطحن، وبنضاف له كمان الكركم. الكركم أكبر مضاد، مش بس مضاد التهابي وحيخفف الألام بسرعة، إلا هو منشط لعملية الالتئام وقوة العضلات ودورة دموية أكثر للمنطقة، معناته تخفيف للألام. هاي الكمادات الموضعية خفيفة ورخيصة وما بدها أي شيء ونتيجتها كويسة مع التمارين، مع الكمادات، مع الحركة، مع الوضعيات الصح. بالنسبة للوضعيات الصح، هلا أنا إذا عندي ألم حاد في العمود الفقري بمتنع عن حركة الانحناء للأمام لكي لا أزيد من التشنجات، بس هذه الوضعية ممنوع منها لمدة أسبوع فقط، أسبوع ممنوع عن أحني. هلا اللي أكبر من الحانية أو في قوة أكبر على أسفل الظهر من الحانية، هذه اللي هي لما أجلس وأنا في وضعية الجلوس، القوة الضاغطة على منطقة الأسفل الظهر الـ L4 والـ L5 والـ S1 بتكون أكثر من بكتير من وضعية الوقوف. يعني أنا إذا بدي أصلي فمن خوف ما أزيد الألم ما بروح بقعد وبصلي وأنا قاعد وبصير أحني حالي ومفكر إنه خففت الضغط عن العمود الفقري. إذا ولا بد بصلي وانا واقف وانا مستقيم في الصلاة في هاي الحالة، واذا بدي اركع واسجد الركوع ما في انحناء للعمود الفقري في الطريقة هذه. الركوع في عملية وجود ايدين، والايدين هذول بيكونوا على الركب بثبتوا العمود الفقري، وفقط ما علي الا ارفع راسي لفوق. انا في هاي الوضعية محافظ على صلابة العمود الفقري وعلى استقامته، ما فيها انحناءات. فهاي الحركة مش حضرني اذا عندي انزلاق ظروفي، مش حضرني اذا عندي تمزق في اسفل العمود الفقري والام. بالعكس هاي الحركة هتحرك لي شوية وتحسحز لي الفقرات كتمرين خفيف، بس اروح اعملها وانا في وضعية الجلوس واصير احني حالي بحجة اني بدي اخفف الالم من وجع ظهري. انتو هيك بتزيدوا الالم وبتزيدوا التشنجات وبتزيدوا الانزلاقات، الجلوس كحركة كوضعية بتعمل ضغط مضاعف على الديسكات والغضاريف في منطقة اسفل الظهر من وضعية الوقوف. الوقوف اريح بكتير، اخف وضعية ما فيها ضغط على الغضاريف، اللي وضعية النوم على الظهر او النوم على البطن. هذه الوضعيتين بس، الجلوس اصعب وضعية، الوقوف نوعا ما احسن. عشان هيك المشي والحركات البسيطة باستقامة الظهر افضل تمرين لألام الظهر. فقط المشي مع استقامة ورفع الأكتاف للأعلى وتحريك الأكتاف أثناء حركات المشي. دائما أي واحد في عنده آلام في الظهر بعد المشي برتاح. هلا بعد التمارين صار عندي ألم وتشنجات وزادت شوية، مش مشكلة، أول أسبوع تحملوني بتتعبوا، بعد الأسبوع الثاني بتبلشوا ترتاحوا، بتبلشوا تسيطروا على كل هالمضاعفات. لا بدكم أدوية ولا بدكم أي شيء. هلا اللي بده يقوي الأعصاب بده مكملات، إذا بده السمك،
ثلاث أربع علب سردين في الأسبوع، أو أوميجا 3 أو زيت كبد الحوت أو زيت كبد السمك. بدون أوميجا 3 ما في عنا نمو للأعصاب، ولا حتخففوا الالتهاب ولا حتقووا العصب. بدكم تاخذوا كل فيتامينات بي، يعني اختصروها وخذوا لكم صحن سلطة من هالخضروات الفريش اللي موجودة مع زيت زيتون. استخدموا زيت جوز الهند، كويس كتير كتحفيز لبناء الكولاجين وبناء الأعصاب. ودائما استخدموا الليمون، استخدموا شربات العظام هذه مرة مرتين في الأسبوع اللي بده كولاجين طبيعي، ويرمم الأعصاب هذه والعضلات. بدكم قوة للعضلات مع التمارين، بدكم تاكلوا أكل جيد، تاكلوا الشغلات اللي بتعطيكم طاقة، لأنه ما في عندنا مشكلة في الطاقة، عندنا مشكلة في إنتاج الطاقة في جسمنا، فبنتعب كتير. عشان هيك الشمندر كويس كتير، الشمندر مليء في النيتريك أوكسيد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الهيموغلوبين، قوة الدم، كله مع حبة شمندر، مع حبة ليمون، مع حبة جزر، كله بندمج مع بعض في الخلاط مع مية، واشرب هذا المشروب قبل التمرين. ساعتها هذا حيعطيني طاقة لمدة ساعة ساعتين، حيحرك الكوإنزيم 10 في داخل الخلية، حيحرك منها السكر، وحعمل التمارين بشكل أفضل، وابني عضلات وجسم وقوي أعصابي. هذا الحل الوحيد اللي عندكم، بدكم تصبروا شوية. طبعا اخف التمارين اللي هي التمارين في المياه، اذا واحد عنده مجال للسباحة افضل انواع الحركات اثناء السباحة، او اذا واحد ما بيقدر يسبح المهم يمشي في المية، ولو يمشي بس المشي هذا. الوجود في المياه، المياه بغض النظر باردة او فاترة، كويس للعمود الفقري، هي احسن رياضة. ركوب الخيل افضل رياضة للعمود الفقري، ركوب الخيل، الدراجة الهوائية، بس لازم نكون رافعين راسنا. يعني مش مشكلة شو الهواية اللي بدنا نعملها، المهم نعملها بطريقة صح واحنا بقامة صح، وندير بالنا على القامة تاعتنا في وضعية الجلوس خصوصا، لان قلت لكم اصعب وضعية وضعية الجلوس، فما بالكم في الجلوس الخاطئ واحنا حالين حالنا. حنين حنة، يعني هاي المنطقة المفروض في أسفل الظهر تكون منحنية للخلف بالطريقة هذه. إذا شفتوا حالكم حنيتوا حالكم للأمام بالطريقة هاي، في الحالة أكيد حيصير عندكم انزلاقات وألام حادة في العمود الفقري. والانحناء هذا، هاي الانحناء هذا علامة أولى للألزايمر، للخرف. هذا الانحناء هو علامة أولى للمرضى اللي ممكن يصابوا أو بيكونوا مصابين في هشاشة العظام لما نحن حالنا للأمام، وهي علامة أولى للانزلاقات الغضروفية، وهي علامة أولى للتضيق النخاع، قناة النخاع الشوكي. الكل باخذ الوضعية هذه، يعني إذا رجعت حالي للوضعية الصح معناته أنا ساهمت في علاج كل هاي الحالات اللي سببت هاي الوضعية. انتو وضميركم هلأ، هاي الكتاب طبعا متوفر على صفحتي الرسمية www.drsuz.ca مجاني للي بده ينزله، وهلأ شغالين على تحديث النظام بحيث نبعث لكم الكتب هذه عبر الايميل، بس لازم تسجلوا في الموقع هذا وتحطوا المعلومات تاعيتكم عشان توصلكم كل هاي المعلومات، لانه هذا الفيسبوك مش مصلي على النبي بالنسبه للصفحه، فباي وقت ممكن ما تشوفوني. فسجلوا حالكم هناك اقل ما فيها في هذا الموقع الشخصي، في عندي حريه اكثر، عندي مواد اكثر عارضها، شغلات يعني تثقيفيه، كل شيء هتلاقوا الاجابه بشكل سهل على اي سؤال بتسالوه، والتلفون ورقم تلفوني الخاص كله حيكون محول وحيجاوب عليكم. نظام احنا اللي حنسويه باشرافنا، اللي جواب تلقائي يعطيكم الاجابة الدقيقة، كأنه انا اللي بدلكم على وين تتوجهوا في العلاجات وشو افضل شيء. افضل شيء مش من وجهة نظري، اذا بدي انصح بإشي ببكى
بناء على آخر الأبحاث اللي بتحكي إنه هذه الشغلات أفضل شغلات، أفضل ثلاث شغلات أعشاب مثلا للألزهايمر، أفضل ثلاث زيوت للتليف التصلب اللويحي، أفضل خمس مكملات لهشاشة العظام، حسب الأبحاث شو بتحكي. وأنا فقط وظيفتي إني أبحث لكم وأعطيكم شو آخر الطرق وآخر الناس بيحكوا عن هذه المكملات، والمصادر كلها بتكون موجودة اللي تقدروا تطلعوا وتقروا وتتثقفوا، لكل حالة على حدة تاخدوها، وانتوا اللي تقرروا شو الشغلات اللي بدكم تسووها وشو اللي بينفعكم وشو اللي بضركم. فيش حدا تاني ممكن يقرر عنكم بشكل تلقائي. شكرا لكم، سلامات، تحياتي.